الو، السلام عليكم. يلا. وعليك السلام، مساء الخيرات، مساء الانوار، مساء نورة. كل شيء جميل. نورة معنا ياك؟ لا لا، سميرة. سميرة تاع القهوة سيدي. سميرة، على بالك انا مساء قبل الانوار، كريم السوري، كريم الجزائري. سميرة سميرة، صار لك زمان مختفية، وين راكي؟ الله يسلمك. انا كي قلت نورة على بالك قصدي سميرة، سميرة تاع القهوة. والله عرفتي سميرة. عادتي يا غيمتي بزاف سميرة، عادتي تالي. ما حكمتش ما حكمتش. شوف هاي كيما قالت لك نيفين، والله ما حكمت. واش راكي سميرة؟ صافا لاباس؟ والله صافا، والله نحمد ربي. واش راكم بخير؟ شوفي نيفين، والله كي نتواصل معاكم. ايه. يعني قمة السعادة. والله كمان بقمة السعادة انه رجعنا سمعنا صوتك اكيد. الله يحفظك، الله يخليك، انا ثاني توحشتكم. الله يسلمك بزاف. سميرة، سمعتي السؤال تاعنا اللي درناه اليوم التفاعلي؟ لا والله ما سمعته. سؤال تفاعلي تاعنا انه رانا نشوفوا بزاف اشخاص راهم يعرضوا حياتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. اسكو انت راكي بوغ ولا كونتر تعرضي حياتك ولا لا؟ في مواقع التواصل. صح نيفين، انا شفت بزاف كيما كتب في جوستي كونتر. جوي كونتر. شوفي شوفي، تسمى تبقى تبقى الحياه الشخصيه للشخص تسمى خاصه به. اها. يعني انه يعرضها هكا للناس، ولا انه انا بالنسبه لي انايا الحاجه الخاصه تبقى خاصه للشخص. هي صحيح، رانا نشوفوا دوكا نصف مواقع التواصل الاجتماعي تورينا شومبرتات ورينا دارات ورينا الصالونات ورينا كاع، رانا نعرفوها بلا ما نروحوا ليها، يعني الحرمه تاع البيت راهي تنتهك في مواقع التواصل الاجتماعي. فوالا، وهي نقول لك وهذه مش من عاداتنا ومش من اخلاقنا ومش من مجتمعنا. يعني انت راكي ضد الفكره تاع لي ريزو سوسيو؟ انا ضد الفكره. شوفي معليش، هو كاين حوايج انك تتواصلي معاهم مليحه، بس حتى انه الشخص يعرض حياته هكا للناس، يعني هذه تبقى خصوصيات. فيها 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 كما يقولوا ريسك كبير على الخصوصيه تاع الانسان هذاك، لانه البيوت عندها اسرار، والاسرار لقي بعدو تاع في البيوت. نعم. شوفوا انه ندي حاجه من اشخاص مليحه، بس حتى انه كان اللي ممكن تلقى على شخص واحد ما تلقش عليا انا. سي فري، مش معنى انه لا انه رايحين دوكا نوليو التقليد في كل شيء. سي فري، كاين ساميه بزاف اللي يديروها دوكا، ما يشوفوا فيها بوز، تقول لك انا دي كونت بوبليك تاعي نطلع لي زابوني ونافيشي حتى بور لو بوز. انا نشوفوا لو باد بوز، لو داير حاله في مواقع التواصل الاجتماعي. معليش انا كمان بدي سميره، كمان بدي استغل الفرصه لانه صار لك زمان كثير ما حكيتي معنا. والله شوف، والله يا كريم، شوف من شهر شعبان وانا محبه نتواصل معاكم هكا بصح لا غالب. تماما، صار لك زمان ما تواصلتي معنا، وانت اكيد دائما من يعني المتصلين المفضلين عندنا، وانت بتعرفي هذا الشيء. الله يخليك، الله يحفظك، انتم ثاني راكم معزز على قلبي.